اه علاش اخويا؟ مالوش دريك واش غلو هذيك هذيك حياته هذيك شخصيته حياته هذيك نحن ما بغيناش نوصلوا لهادشي اه شنو حنا 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 اللي بغينا نوصلوا هو يترجل معانا هاد السيده باش يترجل معانا اه بغينا يترجل معانا داك الساعه كيطيروا لشي واحد احنا معاك اخويا احنا معاك شوف كديروا شي حوايج نتوما غير القضاء تفرجوا على الشباب شكون هذا؟ هذا ولد مجنون غايدي مخلق بزاف هادشي اللي انا كنديرو والله يسر يا رب انت شنو كدير فاش كتخدم؟ انا كازا ترام بزاف عليك انا عليكم السلام انا امين ولد المستقبل ها هو المحتوى هو العلاقه ديالي هو يحترم راسو ما يبقاش يقول لهم انا الطب يبين رجولته ويهدر مشي يبدا يتعاون علينا بدا يدير لنا داك الشيء ديال سميتو هاد الراجل معانا الله حافظك راه هو ها النصائح اللي تبغي تقول لي انا النصائح اللي بغيت نقول لي انا هو يترجل هذا هو الوجه ديالي انا بغيت هو يترجل معانا ويهضر زوين وما يبقاش يتعوج وما يبقاش يدير هذيك لافاس وراه ما خداماش لينا حنا كنتفرجوا فيه كمحبيه لا كنتفرجوا فيه ولا ما كيعجبناش هذاك المحتوى انا محب ولد النجمة ولكن اش كيعجبني فيه هو ما مخلقش ومتخلقش وانت قلتي كمحب اه لا كمحب ليه ولي انايا انا كمحب ليه حيت انا كنتفرج فيه ولا ما كيعجبنيش هذاك المحتوى ديالو ما كنعلق عليه ما كنديرليش علاقه ما كنديرش شي حاجه حيت انا كنتفرج فيه انا كنتفرج فيه ولا هذاك الشيء اللي كيدير ما خدامش وليت رجل معانا وليت رجل معانا انا كيبقى فيا الحال علاش انا نبداو نقولوا حق رطب مرطب حرش ما حرش هي هذه هضره يقولوا الناس تمام خلينا من هذيك الهضره ديال والو خلينا من هذيك الهضره ديال والو النصائح اللي بغيت نقول له هو يترجل معانا ياك وما يبقاش يدير الشيء ديال الانوثه ويترجل معانا هذا هو يعني انت ما كتبغيش انه يتعامل بحال هكا ما بغيتوش يتعامل بحال هكا حيت هذا الشيء كيضرنا كيضرنا وكيضر الشباب حيت الشباب لا شافوا هذا الشيء هذا غيوليو يديروا وما بغيناش هذا الشيء يكشر في هذا المغرب هذا ولكن هذا السيد مثلا الا كان الطب ولا عنده واحد صوت نسائي راه عنده ولا لا حنا ما بغيناش هذا الشيء حنا بغينا يهضر معنا عادي يهضر معنا عادي ويترجل معنا كما كنهضروا حنا راي واحد كيهضر ماشي نتو لا بيتعوج علينا حنا بيتعوج علينا مول هضر معنا راجل خلقنا الله باش نكونوا رجال ولكن شوف راه الحمد لله كاينين رجال بداك الله كاينين رجال وكاينين ولكن راه ملي كنشوفوا بحال هاد الحاله هذه خصنا نعرفوا علاش لا سبب الاسره ديالو ولا سبب سبب الاسره ديالو دابا الاسره ديالو ما غتبغيش بحال هكا كيتفرجوا فيه دابا الاسره ديالو وداك الشيء راه شوم راه العائله ديالو غادي تضر يقولوا شو هذا اش كيدير راه لا الله محمد رسول الله راه الشيء اللي كيدير فيه هو راه ما غيسلكوش في الطريق هذا راه حنا بغينا الطريق اللي تكون صحيحه اللي يعطينا شي حوايج اللي هما مزيانين ما كتشوفش بانه هو اصلا هو يتعالج من داك الشيء اللي هو خاصو يتعالج هو معالج بعقله بغيت يتعالج من سميتو خاصو يتعالج ويعرف اش يقول اي هضره يقولها يعرف اش يقول هذاك السيد مريض ذهنياً مريض ما ذهنياً ما عقله ربما يكون عنده اضطراب لا ما عنده اضطراب يصرح علينا يقول لنا شنو هو كاين مريض هذا الله ما يدار كاينين اطباء كاينين هذا بزاف الحوايج كاينين ماشي غير مع مريض هكا صافي موعيتي غادي توعى علاش تقول كلام زوين ونعرف شنو بغيت نقول انا راه تندويو عارفين شنو نقول ولا هذاك ولد نجمة شنو اللي خلاك انك تهضر؟ انا اللي خلاني نهضر عليه وعلاش؟ حيت هذاك حقدنا علاش؟ حقدنا لا ولا هو عنده مشكل لا حيت الله هو اللي شافينا الله هو اللي شافينا ما كاينش من غير الله حنا تنعبدوا الله وحده ولا شريك له هادشي اللي كاين ما نقدر نوصل له ميساج هو هذاك الشيء اللي كيدير فيه راه ما غيسلكو يحيد ويترجل معانا وما يبقاش يبقى يتبع هذاك الشيء راه خاوي داكشي راه خاوي العمر يد الراس خاوي ما عندنا من نبقاو نهضروا بزاف هادشي هو اللي بغيت نجي نهضر عليه شنو بغيتي منه شنو بغيتي شنو خصو يدير انا الانسان هو يصلي صلاته ويتبع طريق الله
ياك اول حاجه انا اول حاجه تنقولها لك تنوجه لي نداء وثاني حاجه بعد من ديك الطريق هذيك الطريقه ما صالحاش هذا هو اللي بغيت نقول السلام عليكم يعني ما صالحاش واخا مثلا انت كاخلي شنو باش خصو يبدا معك انت الصلاه ديالو صلاته وانت كتهضر لي على واحد الشخص اللي ربما غير سوي لا لا ما شوف شوف انا يعني أنا في الهضره ديالو كيفاش كيفكر هذاك الفكر شوف يعني راه هو خصو ربما خصو شي بسيكيات منع خصو يتعالج هذا خصو يتعالج فهمتي خصو العلاج خصو شي فقيه اللي قرا عليه هو عيه شي حاجه هو عنده السحر هو عنده السحر هادشي اللي قال هو يا ربما هادشي اللي قال هو حنا راه قال هو انا سحرت ليا سلمى سحرت ليا سلمى ودارت ليا سلمى وانا جيت لهذيك البلاصه ودمرتني وهادي حق كتصدق هادشي كتقول لا ما انا ما كنصدقش علاش انا ما كنصدقش انا هادشي اللي كيقول هو بغيت نتواجه انا وياه الوجه للوجه علاش باش نعرفوا شنو هو كي هذا هو البيبليك ديالنا هذا هو اللوجيك ديالي اللي بغيت نقول لك علاش انا شوف نقول له شوف اتق الله وصلي ورد طريقك الله باش ربي يعاونك وييسر لك وبعد من هذيك الطريق يعني اش من طريق تحس بها انا الطريق اللي كنحس بها انا هو كاد الشخص هذا خاصو يتبدل لا في العقل ديالو ولا في حياته تبدل شويه ما يبقاش غادي في هذيك الطريق ما صالحاش لي انا غادي في هذيك الطريق ما صالحاش ليا انا كنصح شوف انا كنصح راسي براسي ما غاديش يجي بنادم يقول لي بعد من ديك الطريق ولا ديك الطريق انا كنصح راسي براسي علاش كنوعي راسي كنعرف اش ندير كنعرف شنو ما نديرش هادي خايبه هادي مزيان الحاجه اللي ما غدرنيش ما غاديش ندير واخا الكلمه الاخيره اللي توجه لي انا بغيت نوجه ليه نداء يكون هو راجل ومتقي الله ويخاف الله لا فيش انا شوف انا كان كيبقى فيا ملي كيتعرى وكيمشي يدير هذيك الفضيحه وهذيك الشيء كيبقى فيا علاش هذيك الدري انسان مزيان وكيدير في راسو في هذيك الحاله لا 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 معنى لها الله يهدي ما خلقه هذا هو اللي كاين وبغيت نوصل بغيت نوصل ليه رساله انا علاش بغيت يجي عندي ونفيقوا ونوعي بغيت يحضر معايا نعاود نصحوا يجي عندي بغيت يجي عندي نهار يجي عندي بغيت يجي عندك ان شاء الله غادي يجي عندي وديك الساعه غادي نعرف اش